السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحييكم بتحية الإسلام مصطفى كرم من مصر. النهاردة إن شاء الله هنشوف إضاءة تقنية في تطبيق شاين بلس أو قارئ الشاشة للمكوفين. هما إضاءتين تقنيتين ولكن الاثنين واخدين نفس المحور. طيب الإضاءة الأولى هتكون حول إن أنا مثلا عايز تطبيق فيسبوك أفتحه من أي مكان في الهاتف برمز معين أو برقم معين، أو تطبيق دروب بوكس أو تطبيق واتس أب أو أي تطبيق من التطبيقات اللي في الهاتف. طيب إزاي تكون هذه العملية؟ هنخش تطبيق اللي إحنا عايزين نعمل له اختصار، البحث في التطبيق الفاتي، يعني مثلا نخش تطبيق يوتيوب مثلا. أنا حاليا ما عنديش نت ولكن هنخش تطبيق يوتيوب. الحساب زر الارسال. طيب كل العناصر بعد ما نخش التطبيق هنفتح الكوماند بانل او لوحه الاوامر بان احنا بنسحب يمين في شمال او شمال في يمين، يعني بالطريقه دي او بالطريقه دي. طبعا بيكون انك كده بتسحب من اليمين للشمال وبعد كده الشمال لليمين او من الشمال لليمين وبعد كده اليمين للشمال وهكذا. نفتح الكوماند بانل او لوحه الاوامر ونشوف كده لوحه الاوامر مفتاح اختصار. طيب مفتاح الاختصار ده بيكون في قسم ايه؟ بيكون في قسم ادوات بيقسمه ترجمه مفتاح اختصار. مفتاح اختصار طيب نخش عليه كده. طيب دلوقتي ممكن نحط رقم للتطبيق يوتيوب، او حتى بقول لكم قوم باختيار مفتاح اختصار الذي تريد ربطها بالتطبيق. نحط مثلا رقم 6 مثلا تطبيق يوتيوب، نحط رقم 6 وندوس دخول. لوحة المفاتيح مغلقة بدون اتصال. كده ان شاء الله عمل الطريقة دي بدون اتصال. طيب نخرج كده ونشوف بنفسنا. خدنا الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية على التطبيق. ده الشاشة الرئيسية. طيب عايزين نفتح تطبيق يوتيوب من اي مكان في الهاتف، نعمل ايه؟ نسحب اسفل فاليمين ونجيب الكي باد، نسحب من اعلى الى اسفل وبعد كده من اليسار الى اليمين، يعني اسفل يمين. طيب الكي باد طريقه استخدامها ازاي؟ طريقه استخدامها بانك انت بتسحب لحد ما تلاقي الرقم وبعد كده بتدوس عليه وبعد كده بتدوس اكشن، او بالتلمس تتلمس لحد ما تلاقي الرقم وبعد كده ترفع صبعك من عليه تلقائي هو هيكتبه. ندور على رقم مثلا 6 اكشن 6 ستة اهوت وبعد كده ندوس اهو رفع اصبع من عليه كتبه، ندوس اكشن اكشن بدون اتصال. على طول دخلنا على تطبيق يوتيوب بدون اتصال. طبعا عشان بس ما عنديش نت يوتيوب بيقول لي بدون اتصال. بس اهو فتح تطبيق زر الارسال بحث، فتح تطبيق يوتيوب والبحث وكل حاجة. طيب والطريقة دي بتنفع مع اي تطبيق غير يوتيوب، طبعا اي تطبيق في الهاتف. وممكن تحط كل تطبيق رقم، يعني مثلا يوتيوب 6 فيسبوك 7 واتساب 8 وكده. طيب الإضاءة التقنية التانية هتكون على ايه؟ هتكون مثلا على التطبيقات، ان احنا دلوقتي هي برضك بتدور على نفس المحور. نروح اي مربع تعديل عندنا البحث في التطبيقات، يعني مثلا عندي مربع تعديل هنا اسمه البحث في التطبيقات نفتحه. انقر مرتين على مربع الكتابة لوحة المفاتيح النشطة نمت فرعيا زي ما تسمعين. فتح مربع التعديل. انا دلوقتي مثلا عايز اكتب كلمة معينة او رابط او اي حاجة واربطها برضك بنفس الطريقة برقم، هربطها بنفس الطريقة برقم. طيب نفس موافق عشان بس البطارية، وعايزين نربطها برقم. طيب نكتب مثلا كلمة محمد، انا بكتبها كتير فانا عايز اربطها برقم عشان يبقى الموضوع يبقى اسرع معايا، ان انا كل ما عاوز اكتب كلمة محمد اكتب الرقم وتلقائي يكتب لي كلمة محمد. ميم ميم حاء 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 ميم 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 ضاء حد دال جيم دال دال. صلي على محمد مربع كتابة زي ما تسمعين كأن كلمة محمد. طيب لو عايزين نعمل مفتاح اختصار لكلمة محمد ديت نعمل ايه؟ برضك بنفس الطريقة نفتح لوحة الأوامر يمين في شمال أو شمال في يمين. لوحة الأوامر مفتاح اختصار برضك مفتاح اختصار في قسم ايه؟
ترجمة. مفتاح اختصار. أدوات. أدوات. ترجمة. مفتاح برضك. هي بضغط بنفس الطريقة. لوحة المفاتيح النشطة نمت فرعيا. قم بإدخال مفتاح الاختصار الذي تدربه بالتطبيق مربع كتابة. مش عارف ليه هو المطور ما برضك مخليها برضك في دي نفس الكلمة التطبيق، ولكن على العموم هنكتب مثلا مفتاح اختصار لكلمة محمد. خمسة ستة ثلاثة اثنان واحد أربعة ثمانية. بس بنا ايه الرقم انا ما كتبتوش قبل كده عشان ما يحصلش التضارب. ثمانية ثمانية مثلا، وندوس دخول. دخول لوحة المفاتيح مغلقة على التطبيقات. كده خلاص. كده لو دخلنا بقى اي تطبيق، يعني مثلا دخلنا يوتيوب بدون مثلا اتصال. لوحة المفاتيح النشطة نمت فرعيا بدون اتصال. طب يوتيوب بس بيقولنا بدون اتصال، لازم بس نفتح اللوحة بتاعته. بس البحث الصوتي البحث في مقاطع ده مربع التعديل بتاع يوتيوب. طيب نكتب في مربع التعديل بتاع يوتيوب نكتب رقم كابيتال واي سبعة ثمانية ثمانية ثمانية. تعال كده نشوف اللي حصل. التنقل ثمانية مربع. طبعا ما حصلش حاجة، انك انت ممكن تكون دايما عايز تكتب رقم ثمانية. مش معقول انك انت اول ما تدوس ثمانية روح يكتب محمد. طيب وما انت هتعمل ايه بعد ما تكتب ثمانية الرمز اللي احنا حطيناه لاسم محمد؟ نسحب لأعلى، نرفع مربع التعديل ونسحب لأعلى. ميم. يا ترى كتب ايه في الميم ديت؟ التنقل محمد. كتب محمد. وبكده نكون عملنا مفتاح اختصار لكلمة محمد. ينفع طبعا نحطها للروابط او لكلمات طويلة او اي حاجة تانية غير كلمة محمد. انا بس حبيت ان انا اوضح لكم الموضوع شوية، واتمنى تكون الاضاءتين دولت عجبوكم، ونقول لكم دايما لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، ونقول لكم بسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.